يسعد صباحك أخت أهلا لانا، وسهلا فيك. وصباح جميع مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة التلفزيون الأردني ومتابعي برنامج يوم جديد. يسعد صباحكم، الله يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك نقيب عامر، وماذا لديكم اليوم؟ صحيح أخت لانا، بحمد الله رب العالمين، فيما يتعلق بالحركة الصباحية المعتادة على جميع الطرق الخارجية تزامنا مع اليوم الخميس نهاية الأسبوع. الآن الحركة نشطة وقوية على جميع الطرق الخارجية، سواء السير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمان أو على الطرق الرئيسية الحيوية اللي بتربط ما بين المحافظات، ولكن بحمد الله رب العالمين حركة انسيابية وطبيعية، جميع الطرق الخارجية سالكة. فقط يعني أحد الملحوظات، يتم التعامل معها الآن على الطريق الصحراوي تحديدا، تحويل منطقة دبة حانوت، تحويل دبة حانوت باتجاه العقبة، تعطل مركبة معطلة تريلا ولكن محملة بمادة الفوسفات، معطلة ومعيقة لمسرب من الطريق، ولكن مجموعاتنا ومجموعات الاختصاص مديرية شرطة العقبة بالموقع المذكور للعمل على تمرير حركة السير. الحين يعني التريلا المذكورة يصعب رفعها كونه محمل بحوالي 40 طن، الحين إصلاحها بالموقع وطول ميكانيك إن شاء الله، وسرعة إن شاء الله بسرعة الممكن يتم إجراء اللازم. بما يتعلق أصلانا بالأحوال الجوية بحمد الله رب العالمين ما في أي شيء، ولكن يعني تشكل الضباب الخفيف في طريق الشوبك منطقة عنيزة، ولكن مدى الرؤية الأفقية واضح الحمد لله رب العالمين. الحركة انسيابية وطبيعية وجميع الطرق الخارجية سالكة، فقط ملحوظ دبة حانوت. وفيما يتعلق بالأحوال الجوية فقط منطقة الضباب بمنطقة عنيزة، أخيرا نهيب بجميع أخواننا السائقين ضرورة التقيد بقواعد وأولويات المرور، الابتعاد كل البعد عن ارتكاب أي مخالفة ممكن أنها تكون سبب في وقوع حادث مروري لا سمح الله، وإن شاء الله رب العالمين مع النصر آمنين، وإن شاء الله نتذكر دوماً أنه أرواحنا أماني في أعناقنا. رفع رقاب الجميع، السلام، يسعد صباحكم يا ستي، والله يعطيكم ألف عافية. نعم عمير النقيب عامر صمادي، يعطيكم العافية، وأكيد جهودكم مباركة. وبشكل عام الأوضاع في الطرق سالكة، ضباب خفيف على طريق الشوبك، إن شاء الله يرب الكل بوصل إلى أعماله وأشغاله بالسلامة، طرق سالكة بشكل عام. وكمان في عنا مركبة معطلة على طريق الصحراوي، وإن شاء الله بتنحل هاي الأمور بمجهودكم.